هلو حبايب قلبي and welcome back to my channel. يا جماعة رجعت لكم فيديو جديد. هالمرة ما قدرت للأمانة أتأخر عليكم من كثرة التعليقات على آخر فيديو اللي ما شافه يروح يشوفه. كل البنات يردون تنسيقات وملابس وأوتفتات للجامعة. اليوم أنا رح أساعدكم ورح أخليكم تعرفون شلون تختارون القطعة المناسبة للجامعة. رح أرويكم شلون نلبس ونطلع إليجنت كلاسي بأشياء بسيطة جدا، مو إلا نشتري أشياء غالية. بنات نشتري على قد إمكانيتنا. أنا من النوع اللي ما أحب أضغط على متابعاتي، لا إلا غالي ولو أقيدكم باختيارات محددة، لا نشتري قطع على قد إمكانيتنا وتكون كلاسي حلوة ترندي بنفس الوقت، وبنفس الوقت نقدر نلبسها بأكثر من طريقة. فبنات خليكم ويانا وكيب واتشنج. إذا حبيتوا هذا الفيديو فحطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا أنتم جد أكيد، ودعمونا باللايك والتعليق الحلو. فيلا خلينا نبلش. وبنات رح أقولكم على أشياء جدا مهمة تلتزمون بيها. دائما طلعوا إليجنت شيك، دائما هدومكم خلوها نظيفة. إذا الهدوم عليها بقعة طقعة يعني لا تلبسيها، لو روحي غسليها، يلا تلبسيها. دائما انتبهوا بنات على أدق التفاصيل، لأنه هاي الأشياء بسيطة راح تطلعني كلش إليجنت وشيك. أنا دائما أحب أنصح متابعاتي إنه تشترون على قد إمكانيتكم، لا تضغطوا على نفسكم أبدا، لأنه نقدر نتأنق بالأشياء اللي رخيصة أيضا. وحبايب قلبي يلا خلينا نبلش بأول أوتفيت اختارته لكم. أوتفيت جدا مريح وألوانه كلش بيسك، بما إنه إحنا داخلين على فصل الشتاء، فيقولون بالشتاء إنه نلبس غوامق وملابس تكون غامقة، بس هذا طبعا ما حس قاعدة. اول اوتفيت اللي هو هذا مثل ما تشوفون، نسقت هاي البلايزر الرمادية او الجراي فاتح ويا توب اسود وبنطلون اسود مثل ما تشوفون جلد، كلش حلو. اللوك طلع انيق وجدا مرتب ويا جنطة سوداء كبيرة تكفي اللابتوب الكتب الدفاتر والى اخره. طبعا هذا الكعب انا حيل احبه جدا مريح، وحبيت انسق هذا الاوتفيت ويا تراتشي او حلق لونها فضي على مود يكمل اللوك. واهم شيء بنات الساعة، لازم تكون عندنا ساعة على مود دائما ننتبه ونشوف محاضراتنا شوكة تبلش وشوكة تنتهي، فهذا الشيء جدا مهم. وهذا هو اللوك كلش حلو. اما بالنسبة للحجاب، طبعا ضفت حجاب وقت من اللوك، صار اللوك مناسب للبنات المحجبات، كلش حلو وانيق. بنات تقدرون تخلون حجاب لونه رمادي ابيض حتى اسود، انا اقول اسود اتركوه كحجاب، لبسوا الوان فواتح بحيث حتى ينور الوجه اكثر. فشفت اللوك هذا هو جدا سيمبل وحيل حلو للجامعة. اما اللوك نمبر 2 واللي هو الثاني، طبعا هذا اللوك للبنات اللي يحبون دائما يلبسون بوجايم وجاكر سيت ويحبون يروحون بحذاء رياضي. يعني شلون يعني يحبون يعيشون بجو كومفورتبل اكثر، يعني مريح، ما يحبون الكعب العالي، ما يحبون مثلا يلبسون اشياء رسميه. فهذا اللوك للبنات اللي هم ممكن جوي بنهايه الاسبوع، احب دائما البس بيجامه رياضيه على مود اروح هيك مرتاحه، و يعني خلاص انه نهايه اسبوع ما لك خلق تكشخين، تلبسين بيجامه جاكر سيت وتطلعين. فهو هذا اللوك. بنات المحجبات تقدرون تلبسون السيت كامل ويا حجاب، يطلع يجنن، كلش حلو. وهاي الجنطة السوداء صغيرونة كلش أنا أحبها، حسيتها تكمل لوك ونظارات شمسية وذات سيت. أوتفت نهاية الأسبوع، أي ما نريد نكشخ، ما نريد نلبس كعب عالي، نريد نروح رايحين ملابس رياضية وكشخة بنفس الوقت، اللي هو هذا. أوتفت نمبر 3 واللي هو الثالث اللي هو هذا. بنات مثل ما تشوفون بنطلون الكارغو حاليا ترند 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 بنات بكل مكان، رجع ترندي. طبعا هذا يلبسوه الشباب والبنات، البنطلون يجنن كلش مريح وحيل حلو. وكلش انا احب البس مثلا بناطر عريضه تاخذون راحتكم بالروحه والجيب، ما تتقيدون هواي. هذا الستايل البنات اللي يحبون يروحون للجامعة مرتاحين على الآخر ويا هذا الجاكيت. هذا اللوك الأمانة أو هذا الستايل عبالك مال American School اللي نشوفه بالأفلام الأجانب الأمريكان، هذا هو ستايلهم ويا حذاء نايكي أبيض وجنطة باك باك أو جنطة على الظهر واكتمل اللوك. أما حبايب قلبي الأوتفيت الرابع، هذا الأوتفيت اللي راح أوريكم إياه بنات يجنن، مع إنه أنا ترى الكل يعرفني أنا مو كلش ويا الفساتين، يعني مستحيل أشوف درس وأشتري، كل
كلش قليل، ومرات اشتريها لان امي جبرتني اشتريها. الدرس اللي راح تشوفوه حاليا بنات لبسته بباريس، ما احكيكم كميه المسجات اللي وصلتني انستغرام سناب شات، مريم منين منين منين، هذا راح احققكم اياه وراح اخليكم صورته تقدرون تشتروه. طبعا الدرس يجنن، اليجنت اليجنت اليجنت، كلش كشخه. شوفوا شلون انا نسقته، ترى هذا هو الاوتفيت الرابع اللي يجنن بنات. خليت هذا الحزام الجلد اللي يصغر الخصر وينطي شيب للجسم خيالي، ولبست وياه بوت طويل. اي نعم يا جماعه، ويا الفساتين الطويله بوت طويل راح تشوفون شكله راح يطلع انيق وسوبر شيك. هواي يعني خبراء الموضه يقولون دائما من تلبسون فستان طويل جربوا تلبسون وياه بوت، خاصة من يجي الشتاء راح تطلعون حيل أنيقين، لأن الفساتين طويلة ويا البواتة تنطي مدى وتطول بنات، يعني راح تصيرون كلش طوال وياهم كعب. والدرس الطويل يقولون تنسقون عليه كوت، عليه جاكيت، من دون جاكيت، أي شيء أنت تحبون راح يطلع حيل حلو وكلش أنيق. ومثل ما تشوفون الأوتفيت يجنن، ويا جنطة كبيرة عم تخلون لابتوباتكم وكتبكم ودفاتركم وكل الأشياء اللي أنتوا تحتاجوها. أنا أقول جنطة كبيرة للجامعة كلش مهمة للأمانة، وأني أهم شيء عندي جنطة كبيرة، يوم أروح للجامعة أخلي بيها كوش وكلاش وأخذها وأروح. هذا الاوتفيت انا حيل حبيته، حتى مناسب للبنات المحجبات. ترى كل الاوتفيتات اللي راح تشوفوها قلت لكم بنات مناسبه لكم البنات المحجبات. احب دائما اروح للدوام بشكل مريح، نلبس شيء وواثقين من نفسنا بنات. واهم شيء اهم شيء اهم شيء بنات بليز ركزوا نظافه الملابس. ما اريد اشوف مثلا بلوز هيك شيء مثلا معقد او مجعلك. اما الاوتفيت نمبر 5، هذا الاوتفيت جوي. شوفوا الاناقه، شوفوا يا جماعه، بلوز نص فردان صوف ناعم ابيض، نسقته ويا بنطلون قماش اسود ويا كعب لونه بيجي، وخليت حزام من كوتشي انطى هيجي مظهر كلش انيق ولائق للدوام. طبعا حبيت انسق هذا الاوتفيت ويا جاكيت بيج، جاكيت مطري كلش حلو انيق. بنات ارجع واقول هذا الجاكيت المطري حاليا دارج كلش هواي بكل الوانه، زيتي غامق بني، كل تدرجات اللون البيجي النيود كله كله كله. حاليا هذا الجاكيت يعني ملك الساحة، كلش حلو حل أنيق. تلبسون جواف فساتين، تنانير طويلة كبس ويا بوت راح يطلع بنات دمار. حبيت ألم شعري لي فوق وأسوي كبة كلش حلو وحل سيمبل بنات، يتجنن يتجنن. طلع اللوك ويا الجاكيت الترندي، قلت لكم بنات اشتروه وخلوه بخزانتكم، هذا ما يروح مواديله. اشتروا لون واحد راح تنسقوا ويا هواي اوتفيتات مستحيل تخلص. اللوك طلع كل شيك ويا جنطه لونها بيج على موديك من اللوك ويطلع كلش انيق. فايش رايكم بهذا اللوك؟ ومثل ما قلت لكم بدايه الفيديو، بقطعه واحده نقدر نسوي اكثر من ستايل. فمثل ما تشوفون هذا الفيديو اللي قدامكم، البلوزه الابيض لبسته ويا بنطلون احمر وكعب اسود ويا هاي الجنطه مالتي من لونج شامب تجنن. اللوك خطير، وهم لما شعري لي فوق بما انه لابسه بنطلون ملون، فاريد اللوك يكون سمبل، ما اريد هوسه، ما اريد شعر نازل، لوك كلش خيالي. ولبست تراتشي الذهبيه حجمها شويه كبير، تشوفون اللوك ايش قد حلو واليجنت. البنطلون الاحمر هاي درجته تجنن غامقه، مو حيل فاتحه ولا فاقعه ولا غير مناسبه، لا هذا اللون لون شتوي يعتبر. تلبسوه ويا كوت اسود ويا كوت بيج ويا جاكيت جلد كله راح يطلع حيل حلو ويجنن. تقدرون حتى تلبسون حذاء رياضه مو الا كعب، ويا حذاء رياضه ابيض راح يطلع يجنن تحفه بنات. هذا اللوك واو. مثل ما شفتوا لبسته البلايسر اللي لبسته ويا اول لوك، شفتوا يعني هذا البلايسر اقدر البسه باكثر من طريقه. وبنات ركزوا لي باخر اوتفيت اللي هو هذا نفس الجاكيت، اي نعم نفس الجاكيت البيج اللي قلت لكم بنات دارج، روحوا اشتروا من عنده. واحد، هذا الجاكيت لبسته ويا درس اسود كلش لوك سمبل وتراتشي ويا هذا البوت. هذا الاوتفيت كلش مناسب بنات، مريح بنفس الوقت، وطول الفستان جدا مريح، مو الا تلبسون جوا مثلا كولون او شورت ما محتاجين ابدا. لكن اذا انت محجبه فويا هذا الاوتفيت تقدرين تلبسين بنطلون اسود وتوب اسود ويا حجاب لونه بيج وتنسقين على هذا الجاكيت، راح يطلع اللوك خيالي وحيل حلو ومرتب بنفس الوقت.
وهيك يكون كملنا وياكم حبايب قلبي، وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى عجبتكم تنسيقاتي، ما حبيت اصعب الامور عليكم، بالعكس روتكم اشياء كلش بسيطه واليجنت، وراح تطلعنا كلش بمظهر راقي ويجنن. ما حبيت اجيب هواي ملابس ونلبس ونبدل، لا الجاكيت اعيده مرتين ثلاثه، البس مره جوا فستان، مره جوا تنوره، مره جوا بنطلون، اي شيء انتم اللي يريحكم. الجاكيت البيجي تلبسوه باكثر من طريقه، وبنات الاشياء اللي قلتكم مهمه لازم تكون عندكم وتشتروها، لانه اكو اشياء حرفيا ما يروح موديلها وكلش راح تحتاجوها وياكم وتكون لازم بالخزانه. لا تنسون اللايك وكتبوا شنو هو اكثر اوتفيت حبيتوه، اكتبوا رقم الاوتفيت او اكتبوا التنسيق اللي انا نسقته، مثلا كتبوا مثلا حبيت البنطلون ويا البلوز، حبيت الحذاء ويا الجاكيت. اريد اشوف تعليقاتكم اللي تجنن، واذا حبيتوا هيج نوع من الفيديو والتنسيقات اكتبوا لي بعد جواب التعليقات. احبكم كلش هواي، ونشوفكم ان شاء الله على خير وبالفيديو القادم. احبكم، باي.